لقيت الصورة دي على النت وحبيت بعد كده استخدمها مثلا في تصميم، بس لقيت مثلا هنا رجعها تاني زي ما كانت، لقيت عندي هنا ورقة كده على الباب وفي شوية حاجات كده كنت عايز اشيلها منه، الجزء ده الجزء ده الجزء ده. لو انا جيت هنا عند الورقة وحتى كبرت الفرشة واستخدمت الهيلينج سبوت، لو انا عملت كده شايفين جاب لي جزء من مكان انا حتى ما اعرفش، هو طبعا خد من هنا بس انا مش عايز اخد مثلا من الحتة دي، انا عايز اخد من الحتة دي. في أداة تانية بتسهل لي ان انا اتحكم اكتر في حكاية الهيلينج دي، لو انا اخترت، لو انا فضلت دايس على سبوت هيلينج كده هلاقي ان نزل لي قايمة، هختار تاني واحدة اللي هي هيلينج براش تول، اقدر اجيبها برضو بشيفت وجي. لو انا اخترت الهيلينج تول دي هلاقي فوق طبعا حجم الفرشة والهاردنس بتاعها قد ايه والكلام ده كله، هنقلل الهاردنس. سيمبلد وباترن هنخلينا في سيمبل دلوقتي. هاجي هنا لو انا جيت ادوس كده هلاقي بيطلع لي رسالة بيقول لي انت لازم تدوس على الت، زرار الت اللي في الكيبورد. لو انا عايز اخد نفس الجزء ده احطه هنا في الجزء ده بعمل ايه؟ بدوس الت وبعلم بدوس كليك واحد، وبعد كده بشيل صباعي من على الالت. مجرد ان انا هروح على الجزء التاني وهدوس كليك شمال هتلاقوا يا جماعة على اليمين زي حرف زائد اللي هو الاصل اللي باخد منه، وعلى الشمال الفرشة بتاعتي. طول ما انا بتحرك هو بيوريني انا بتحرك فين، شايفين طبعا الفرق ونزلت فوق ايه. الفرق بينها وبين الكلون، اداة الكلون اللي هي تحتيها برضو، الكلون دي بنستعملها لو انا رجعتها كده وجيت على الكلون عملت نفس الحكاية كده ومشيت خدها هو هو، لكن في الهيلينج بتحس ان هو بينزلها فوق الصورة بشكل احسن شوية. عايز انضف الجزء ده مثلا هاخد من هنا وهعمل كده، واقدر طبعا امسح بالاريز هيستوري. الاريز هيستوري دي حلوة جدا لو انا شغال باي حاجة من اللي انا شغال بيهم دول. اقدر طبعا في جزء زي ده ادوس الت واجي هنا، وطبعا ما تنسوش شيفت، لو انا دوست كليكة ودوست شيفت ودوست كليكة تانية في حتة تانية خد لي خط بالطول زي ما احنا شايفين، اقدر اخد بالعرض مثلا، هدوس الت هنا مثلا واجي هنا هدوس كده وشيفت والناحية التانية خد لي خط بالعرض. طيب تمام لحد هنا. لو انا عايز مثلا اخد زي الحتة دي كده اخدها تحت هنا تاني، لو انا دوست الت هنا وجيت هنا اقدر امشي زي ما انا شايف كده وهسيب، هلاقيها نزلت فيها، وبالاريز اقدر امسح الجزء ده مثلا كده، وشكل الباب بقى عندي. طبعا هنرجع تاني للجزء ده لان في ظل هنا ما ننساهوش. طيب ايه بقى الباترن التانية اللي هي جنبيها دي؟ لو انا جيت هنا واخترت باترن، باترن يعني زي شكل كده وبكرره اكتر من مرة. طبعا ليها اشكال تانية وتقدر تنزل من النت والحاجات دي، بس الفوتوشوب بتبقى فيه حاجات جاهزة. بقى انا لو جيت هنا كده وعملت الشكل اللي انتوا شايفينه ده كده وسبت، هلاقي كأني نزلت الشكل ده على الصورة اللي ورا، يعني كأنه شفاف كده نزل فيها. الالاين دي معناها ايه اللي متعلم عليها صح؟ لو انا جيت هنا تاني هعمل نفس الشكل تاني، لو انا دوست الت هنا، اسف احنا نرجع للسيمبل، وعملت الاين شلت الاين ده انا كده مش معلم عليها، ودوست الت جيت هنا دوست تاني دوست تاني، انا ماليش بداية، يعني لو دوست في اي حتة مكان ما بدوس ببتدي بالجزء ده خلاص. لو انا هرجع الاشكال دي كلها كنترول والت وزي، لو انا دوست aligned، لو انا دوست هنا انا كده جيت عند الجزء بالظبط اللي انا عايزه، يعني لو انا هدوس الت هنا وتاني لو جيت هنا، بصوا يا جماعه انا لو دوست فوق يعني انا ماشي على الشكل اللي قدامي ده، بس طبعا ده كده انا نزلت على التاني، انا كده شغال على الجزء اللي فوق بس. يبقى aligned بيخلي لي المكان اللي فوق ده ثابت هو هو، يعني شوية هيبقى باب سجن باللي احنا بنعمله ده. فيبقى انا كده عرفت الالاين ده
ايه لازمته، اتعلم عليه صح امتى او لا. سيمبل هنا تقول له اوف كيرنت لاير، على اللاير اللي انا شغال عليه ده، ولا كيرنت اند بيلو، ولا اللاير ده، ولا اللي تحتيه، ولا كل اللايرات. يعني كمان بيتيح لك ان انت تختار ليرين بس. هناخد حركة حلوة قوي. لو انا شغال مثلا، جيت هنا وعندي مثلا الورقة اللي في الارض دي، مثلا الورقة دي عايز اشيلها، طبعا يعني هتبقى سهل. او مثلا هنقول الظل ده كده، الجزء ده كده عايز اشيله، يا اما بدوس الت مثلا، بس طبعا بختار حاجة نفس اللون بتاعها. ولو تفتكروا برضو احنا خدنا شادو في الجزء الدرس التاني تقريبا، كان في ازاي نشيل الشادو والكلام ده. دي كده طريقة الشادو طبعا كده اتشال، بس يعني كأني حطيت مكانه حاجة أوحش من الشادو، بقى شكلها معفن الصراحة. نرجع الجزء ده، هنشيل بس الورقة دي عشان مضايقاني. هاجي هنا مثلا، أنا أقدر أدوس ألت وأدوس كده. لو دوست شيفت وألت هلاقي زي إيه، زي صورة كده مزغللة، وبقدر أتحكم فيها يمين وشمال. الصورة المزغللة دي معناها الجزء اللي انا هاخد منه. بمعنى ايه يا جماعة؟ يعني مثلا احنا هنيجي هنا، هاجي لحد هنا وهسيب مثلا. لو هاجي اشتغل انا باخد من الجزء اللي انا وقفته على الجزء ده من الشكل الشفاف. تاني يا جماعة عشان تبان، بس لو انا دوس شيفت والت، انتوا شايفين الشكل اللي قدامي ده اللي انا بتحرك فيه ده، هو نفس الباب، يعني هو نفس الباب، بس بتحرك ومكان ما بسيبه هو نفس المكان اللي هبدأ ألون فيه. يعني لو جيت تحت كده، لو دوست شيفت والت، الحتة دي كده فاضية، هبدأ أشتغل ألاقيه خدلي من اللون بتاعي. هنقول مثلا هناخد دي كمان كده، وهاجي هنا ممكن بالفرشة هصغرها قوي، خليها 1 بكسل مثلا، واجي هنا وادوس شيفت وكده. هنرجع للجي وهصلح الجزء ده مثلا كده مثلا يعني. وهاخد برضو بالاستيك هصغرها، خليها 1، هدوس هنا وادوس شيفت واعمل كده خط مستقيم. المهم يعني هي اتصلحت كده عن الاول. طبعا انا كنت عايز اوريك، بس لو دوست شيفت والت انت بتقدر تتحكم في الشكل، تحطه فين وتعمل بيه ايه. خلاص. طيب دلوقتي لو انا عايز اتحكم اكتر، لو انا عايز اتحكم، عايز اخد الشكل ده كده اخده واحركه يمين شمال تحت فوق، اقدر اعملها ازاي؟